الواردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التواصل يستمر وانطلاقاتنا تستمر في مهرجان المرموم لعام 2021 في يومنا الرابع. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة شوطنا الثالث بمجموع الأشواط وأول أشواط الجعدان المحليات الأصايل شعارات أبناء القبائل الحاضرة هنا مع انطلاقات أشواط الانتاج في ختام الختاميات في سن الإذاع والإبداع والاستمتاع. نتمنى التوفيق لكل الأسماء لكل الشعارات المنطلقة الباحثة عن ناموس هذا الشوط في مهرجان المرموم. أتقدم مع المركز الأول، أتقدم مع الصدارة. ضاري ضاري يتقدم هذه الأسماء، وهادي بن عبد الله بن مايد المسافري من يتقدم على المركز الأول ويؤكد حضوره في صدارة هذه الأسماء. المركز الثاني أتابع القادم مستحيل، أحمد بن محمد بن راشد الخيال الطليجي يتقدم الخيالي ويقدم مستحيل على المركز الثاني. المركز الثالث ملبي خالد بن سعيد بن بروك الحميري قادم بن بروك ويتقدم مع ملبي على المركز الثالث. المركز الرابع مباشرة نتابع الواصل والمتقدم في هذه اللحظات. المركز الرابع يتقدم مشغل لسعيد بن حميد بن رويس الاشتبي. المركز الخامس يتقدم في هذه اللحظات المارد القادم المارد ويقدم المارد مفتاح بن علي بن غفينة النعيمي على المركز الخامس. المركز السادس مياس العتيج بن سالم بن يعروف الزرعي. المركز السابع أتابع التسلل من قبل سراب لصالح بن هزيم بن سيف المزروعي. وثامن مراكزنا أتابع الأسماء القادمة في هذه اللحظات. وصول من انطيلان لحمد بن محمد بن عتيق المهيري ما شاء الله. المركز التاسع وصل في هذه اللحظات وتقدم بالعضيلية ويقدم الجارف احمد بن محمد بن سعيد بالعضيلي العامري. المركز العاشر يتقدم شاهين لعبد الله بن بطي بن حميد الدرعي. هكذا هي النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام. ندانا الاول يختصر مع العشر المراكز الاولى المتقدمه. اتابع الاسماء القادمه في الكادر السفلي في قناه دبي وقناة ياس والقنوات الناقلة المصاحبة في مهرجان المرموم. عودة مع البداية، عودة مع الصدارة، عودة مع المقدمة، عودة مع قيادة هذا الشوط. بدأت التغييرات، بدأت التكتيك في هذه اللحظات مع أول انطلاقات الجعدان. الإذاع المحليات الأصايل، هل الإنتاج في صراع؟ هل الانتاج في تحدي على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات؟ أتقدم وأعود إلى المركز الأول مستحيل وانتصفت المسافة يا مستحيل. يقدم مستحيل أحمد بن محمد بن راشد الخيال الطنيجي. هنا من يختار موقع مستحيل على المركز الأول. المركز الثاني القادم سراب صالح بن هزيم بن سيف المزروعي يقدم سراب على ثاني المراكز. المركز الثالث
المركز الثالث يتقدم مياس لعتيج بن سالم بن يعروف الزرعي القادم على المركز الثالث. المركز الرابع عندك يا بلعضيلي، وصل بلعضيلي يقدم في هذه اللحظات الجارف الجارف احمد بن محمد بن سعيد بلعضيلي العامري. المركز الخامس بن بروك يتواجد مع ملبي خالد بن سعيد بن عبد الله بن محمد بن بروك هنا الحميري. المركز السادس وصل البارق، اول نداء للبارق شعاري راهي القادم محمد بن احمد بن سعيد بن حلوى الكتبي القادم والمتقدم في هذه اللحظات على المركز السادس، مسيرة الى خامس المراكز سابع المراكز. اول نداء لورد القادم محمد بن راشد بن سمة المنصوري، والمارد المارد مع النعيمي على المركز الثامن، مفتاح بن علي بن محمد بن غفينة النعيمي. المركز التاسع وصل قسام، وصل قسام، وصل بن دري اذياب اذياب بن سالم بن احمد بن دري الفلاحي بن بروك قادم، وكذلك قدوم من قبل الاسماء القادمه في هذه اللحظات ناصيه خميس بن محمد بن مبارك المهيري. هكذا هي النتيجه، ها هو النداء الثاني لهذه الاسماء. يا اهل الانتاج يا اهل الانتاج، بانت المنصه بانت المنصه، عوده الى البدايه، عوده الى الصداره، عوده الى المقدمه، عوده الى مياس 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 على المركز الاول. ويقدم مياس عتيج بن سالم بن يعروف الزرعي، يتقدم الزرعي ويقدم مياس. 1200 يا من تتابع يا من تراقب، بلعضيلي قادم بلعضيلي مع الجارف احمد بن محمد بن سعيد بلعضيلي العامري، وكذلك وصول من البارق محمد بن احمد بن سعيد بن حلوة بن حلوة القادم والمتقدم، وكذلك وصول من المارد مفتاح بن علي بن غفينة بن غفينة القادم، وبن دري قادم مع قسام ذياب بن سالم بن احمد بن دري بن دحروي بن دحروي القادم. كل الاسماء قادمة في هذه اللحظات، محمد بن راشد بن سمة المنصوري كذلك قادم، ولكن عودة مع البداية. اول يشوات الجعدان لإذاعة للإنتاج للإنتاج والمنتجين، الزرعي على المركز الاول بن يعروف يقدم مياس، والبارق مع بن حلوة محمد بن احمد بن حلوة الكتبي، وبن دري قادم، ولكن مياس مياس عتيج بن سالم بن يعروف هنا الزرعي صاحب نقطة في عاصمة الميادين. ها هو مياس يتقدم وينتزع مساري هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك مياس، وسلامنا صباحي لأهل الكامل لأهل الكامل وسلالة مياس. معقال ما شاء الله تبارك الله. تهانينا والناموس لمالك مياس عتيج بن سالم بن يعروف الزرعي، هنا من قدم هذه الانطلاقة، من أبدع مع انطلاقة مياس وتألق وانتزع أول أشواط المحليات الجعدان. الإذاعة المركز الثاني البارك لمحمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة. المركز الثالث المركز الثالث وصل قسام لذياب بن سالم بن أحمد بن دري الفلاح. المركز الرابع البارك المركز الرابع المارد لمفتاح بن علي بن محمد بن غفينة النعيمي. والمركز الخامس المركز الخامس ورد لمحمد بن راشد بن سمة المنصوري. هكذا هي النتيجة، عودة إلى التوقيت الزمني 9:10 خمس أجزاء من الثاني، هو توقيت مياس لعتيج بن سالم بن يعروف الزرعي. تهانينا وناموس له
على فوز مياس المركز الثاني 9:13 وسبع أجزاء من الثانية. هو توقيت البارق لمحمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة الكتبي. والمركز الثالث اللي وصلنا 9:15:05 من الثانية المارد اللي وصلنا على المركز الثالث لمفتاح بن علي بن محمد بن غفينة النعيمي. تهانينا والناموس للجميع.